سلام عليكم غزالات ديالي، صافا؟ كيف نتوما؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، بخير وعلى خير مع فيديو جديد ان شاء الله. البنات توحشتكم بزاف بزاف، توحشت انا نهضر معاكم فلوغي لكم. البارح يلا عاد جيت من هذا من فاس. البارح يلا عاد جيت البنات من فاس، وشو سميتو ما قدرتش عاوتاني نصور لكم، ما قدرتش نبارطاجي معكم حتى حاجه. وصلت غير بالسيف، وجات معايا ماما. خلاص لوسي سبقتني مسكينه بالنهار، وجات خلاص معايا انا ماما. جينا الحمد لله وصلنا على خير وبخير. اصلا خرجت شويه بكري من فاس، خرجنا تقريبا مع جويه داك، المهم جوج ونص كنا في لوتوغوت، وصلنا تقريبا مع جويه داك الخمسه ونص كنا عاوتاني في الناظور. الحمد لله وصلنا على خير وبخير، وداز الطريق الحمد لله صافوخا. كنت هزه لها الدبيله كنقول كيفاش غادي ندير باش نوصل مع السوغان والعيا وداك الشيء. ايوا اون فوا فاش صبحت هنايا صبحت شويه فاتيكي، وهذا ما عارف عارفين مع الطريق. هاد النهار قلت لانس اريج غادي يطيح لي. عطينا حبيبه قلت لك، قلت لانس عندي كونترول ديال الطبيب وخصني ضروري نمشي عنده، حيت كان داير معايا نورمالمون في لو 6 خصني يكون عنده. قلت له راه داك لو 6 غادي يكون في العطله يمكن في فاس. ايوا هي هادي. قال لي ماشي مشكل، واخا تزيدي عليها واحد السيمانه، المهم ما تفوتيليش السيمانه، لان كيقول لك في داك الوقيته ديال السيمانه 12 13 ضروري يكون تما واحد الكونترول باش كيتاكد من شي حوايج. قلت له صافي ان شاء الله. ايوا دابا ها نتوما البنات يلا لقيتوني عاد خرجت من عند الطبيب. المهم الصراحه ما صورت لكم حتى شي حاجه. يلا وسيلي جلسي، يلا وقلتي، يلا خديتي المساند الرسمي ديالك. يلا وقلتي خلاتها حماتي، قالت لك غادي ديري، قالت لي خصك جوج ديال البيبرونات، واحد هنا واحد هنا. انتينا زوينه، انتينا زوينه. انتينا فنانه. دابا ماما، غتمشي مع ماما. يلا وصافي. فاش كانت معايا عند الطبيب كانت كدير البسالات، وكنت كنقول لها اخر مره غادي تولي تعاودي تخرجي معايا، المره الجايه غنخليك في الدار مع ميمه ومع البنات. وبدات كتبكي، قالت لي انا زوينه ياك ماما، زعما راه تولي زعما تديني معاك. دابا عاود قالت لي، قالت لي انا زوينه، عاود نمشي معاك ماما. ايوا المهم قلت لكم جاني الصاد، قلت لكم هي هذيك. جيت خلاص درت عنده كونترول، شاف البيبي، غادي نطمئنكم بيان سور عليه. الحمد لله كلشي بخير، كلشي دايز مزيان. مازال ما عرفنا واش بيبي ولا بيبي. ما نسيت ما سولتوش، عرفتي علاش؟ ولكن غنلقاها هنايا. شحال فيها من سنتيم؟ 6.5 واقيلا. شتيها؟ شتها. الله، هادي فيها والله ما كذب عليكم، راه عرفتي حاض حاضي هادي كلشي، ودقات القلب شحال وكلشي شحال. خلصني ونقول والله الا يلا 6:30 6:30 والله العظيم. عرفتي ولكن اللي زوين، اللي زوين، اللي زوين، واحد المنظر ما شاء الله تبارك الرحمن، واحد المنظر رائع اللي خلاني عرفتي هضرت بدون شعور. الطبيب بدا كيضحك، شوفوا سبحان الله العظيم. قلت له بعدا، قلت له واش تقدر تعرف لو سيكس دابا ديال البيبي؟ قال لي حيت انا عندي بالضبط اللي غيبغي يعرف، عندي 12 سيمانه و 6 ايام ياك في سيجو. قال لي 5 ايام. 5 ايام يعني. قال لي اصلا فاش كنت النوبه الاولى قلت له واش تقدر تشوف لي لو سيكس ديال البيبي؟ قال لي ماشي زعما كاع في 3 موا، قال لي داك 3 شهور ونص نقدر نقول لك. قال لي، قلت له المهم من هذا الشيء كامل الا بان لك لو سيكس ديال البيبي ما تقوليش. قلت له ولكن، قال لي صافي ما نقولكش. قلت له لا، قول لي راني عرفت لو سيكس ديال البيبي، وغير ما تقوليش شنو هو. هو غيعرف شنو هو، اذا الا عرف هو وما عرفتيش شنو. بدا يضحك والله الا بدا يضحك. تالي المهم شاف قلب البيبي وداك الشيء، كلشي بخير الحمد لله. شوفوا اقسم بالله الصوره مكموله، فكاك على خير وبخير وبزياده الرزق والله ما كيهم، سواء كان بيبي اولا بيبية يعني ذكر اولا انثى. شوفوا غير يا ربي يجعل ذكر ولا انثى، يا ربي يا ربي يا ربي يجعل يكون ذريه صالحه، اهم حاجه من هذا الشيء كامل. كيف ما قلت لكم بالصحيحه وبالسلامه وبالرزق وبالتيسير، وفكاك على خير وبخير. اللي جا من عند الله مرحبا، ربي كيعرف كل شيء اللي فيه الخير. ايوا هي هذيك. المهم قلبوا داك الشيء وتا قلبوا سالا، وهو يدير اللي راه. شوفي من دابا بغيتي تعرفي لوسك ديال البيبي، من دابا 10 ايام اجي عندي ونقول لك شنو. ايوا صافي قلت له ما عرفتيش؟ قال لي لا ما باينليش. ايوا صافي.
ولكن المهم قلب البيبي شافو عبرو قاد سمعنا دقات القلب وكلشي شويه و دار لنا 3 دي باش نشوفوا البيبي كيفاش داير. سبحان الله العظيم البنات عرفتي هكا داير طالع له الدم هكا داير. وانا درت له ولي ولي مخبي وجهه مخبي سبحان الله العظيم مخبي وجهه ياك دكتور ويدي اللي راه مغطي وجهه داير هكا. نحاول انني نوريه لكم انتم بلاتي شت هكا حيت دابا راه ملاصقين هنايا في الدوسي. ها انتم ما تشوفوش هاد الجهه هادي هاد الجهه قديمه هاد هذا ليكوغرافي اللي درت ليهم. شوفوا سبحان الله العظيم كيفاش باين البيبي او باين القاد ياك. هادي الكادي شوفوا شوفوا اليديدات هادي هادي وهادي هادي فين حط صبعي هادي وهادي فين حط صبعي هادي وهذا الوجيه ديالو هذا دابا فين حط صبعي ما كيبانلكمش هذا الوجه. هانتوما شوفوا سبحان الله كيفاش مغطي الوجه ديالو بجوج جديدات. عرفتي سبحان الله واحد المنظر عاد ما خرجتش هكا هذه راه خرجه ايكوغرافي عاديه ولكن عنده خرجه ماشي كولور اللون ديالها صومو بحال اللون ديال الكيطمه ديالي بحال هكاك اللون ديالها صومو وداير هكا ماشي هكا لا دير هكا هكا والله الا هكا والله الا كنغضبان بالله لا طلعتي له الدم ما شاء الله ما كنتي غير في قاصي ما شاء الله تبارك الرحمن والصريره وداك الشيء سبحان الله العظيم لا اله الا الله زعما خليتيه شي يخرج يلعب طلع له الدم. ايوا مهميه هذيك اول مره في التاريخ كنقلب الطونسيون كنلقاه 12.5 قلت الان راه طالع لي الطونسيون هذه الساعه يعني مزيان انا طالع لي الطونسيون خايب راه خصي يكون طالع لي الدم وانا راني ناشطه حيت انا كنعيش دائما بالطونسيون تسعد دائما دابا طالع 12 راه شي حاجه وحاسه براسي عادي زعما في لا صفا لا دوخه لا والو الحمد لله. ايوا المهم هرمون السعاده طالع مع الطونسيون. ايوا المهم الحمد لله من هذا الشيء كامل الحمد لله البيبي بخير اللهم لك الحمد تبارك الرحمن. ما شاء الله كلشي دايز هو هذاك عطاني نكمل في كاريبو نكمل مكتبه كاريبون فرونسي كاريبان بالعربيه باش نكمل فيه انا ولي نعاود نشري لان لان مازال فيه الترويعه كنت كناخذو غير بالصبح قال لي صافي حتى بالليل عطاني هذاك يوفولفيت ديال لاسيد فوليك هذاك نورمالمون 3 موا خصني نحبسو قال لي لا تزيدي تاخذيه وعطاني اوتروجيستون باش ناخذو هذاك كيدير الدوخه هذاك تثبيت الحمل وعطاني ماكسي جي هذاك فيه حمض الفوليك وفيه لو فيغ وفيه فيتامين سي هذاك خلاص يبقى معايا على طول الحمل حيت هذاك كيعطي شو سميتو غير لينيرجي وكيعطي شويه دو لو فيغ ولاسيد فوليك خلاص هذاك راه زوين. ايوا صافي هادشي ما كاين الغزال ديالي ودار معايا ان شاء الله باذن الله نرجع لعندو اللي بغيت يا من دابا شهر ونص يا من دابا شهرين قال لي انت اللي بغيتي تجي في شهر ونص اولا بغيتي تجي من دابا شهرين اجي وصافي دكتور شكرا وكنت خارجه ويدي لي الا بغيتي لوجيستيك ديال بيبي اجي من دابا 10 ايام ان شاء الله. لا اختي من دابا شهر ولا شهرين مالي انا مزروبه ايوا هادشي ما كاين الغزالات ديالي وقلت هاد النهار والله حتى غادي نهضر مع البنات ونشارك معاهم شنو هذا. دابا لقيتوني خرجت من عنده غادي نمشي ان شاء الله سوبر مارشي لهري نمشي عند ناصر نشري شي حاجه تنقصني في الدار سورتو ديال الماكينه ديال التصبيب دي برودوي و دي نوغات و شنو اخر قلنا هذاك اللي بقى لي منه واحد كوردون بلو خليكم معايا. هادو كوردون بلو فيه شاركوتري و فيه فرماج هادو غير لي نوغات دجاج هادوهم بجوج عرفتي البنات بالنسبه للسوبر مارشي ديال ناصر كبروه ما شاء الله بزاف ودخلوا فيه هاد الشيء شتو دخلوا فيه بزاف هانتوما خدو هادشي ديال ميكا عاود اللي كان
خصها هي بوحدها تجر الشاري وما يجرش معها باها الشاري، كتقولو حيد يديك. ها نتوما يلا شوفوا كي كدير، حيد يديك. ها انت هما كاينين هادو البنات حز الليج، هذا المربع فيه هاد الشكيلات وهذا المحجر الطويل. هانتوما البنات بالنسبة لهادو راهم فنين فنين، هادو جوج بيهم ديال العنبر. المهم كيديرو 45 درهم بالنسبة لهادو، راه ديال لاسبيراتور. هانتوما شوفو هادي راه محلولة، نوريكم كيفاش دايرة من الداخل، دايرة بحال الشكل ديال العود، طريفات صغيورين. ولكن راه فيهم واحد الرائحه واعره، حيت حنا كنعرفوا لاسبيراتور كتلقى ريحه خايبه. هادو كتقبطوه كديروه من الداخل، ملي كتكونوا كتسفوا كتلقى لاسبيراتور ريحه زوينه. كاين هادو كاين هادو، انا نورمالمون عندي هاد الملمع البنات هذا، وراه راه زعما خدام لي مزيان، كيدير 27 درهم. لا ماشي هو يدير 27، هذاك ما عرف شحال الثمن ديالو. وهذا فينيش خلاص داير 55 درهم، ولكن فينيش راه زوين. ملمع ديال الكيسان وديال داكشي، كاين هذا اللي بالحامض وكاين هذاك العادي. وخلاص هادو ديال الماكينه خاصها تغسل، راكم عارفين كتغسل سوا بغيتي ديري لها هذه ديال فينيش، كديري لها كتحلي وكتلوحيها في ماشي تخويا، كتحليها وكديريها من الداخل هكا مقلوبه، هي كتخوي خلاص هذاك الشيء اللي فيها وكتغسل. كدير 29 درهم. بغيتي ديري بيكربونات دو صود والخل وتخليها الدور ممكن. المهم كل واحد شنو كيدير، كاينه هادي وكاين هذا حتى هو الماكينه التصبين باش ماكينه الماء حتى هو باش كيتغسل الماكينه الماء، وكاينين هادو هادو كيديروا 27 درهم. هاد لا مارك هادي راه زوين، فينيش خلاص راه معروفه. ودايرين هادو هكا بجوج بيهم، هادي ديال الغسيل وهادي خلاص ديال الريحه، دايرين 53 درهم. خديت هاد المره هادو البنات باش نجربوهم حيت ما عمرني خديتهم. هذا ديال البيض، خديت هذا وخديت هذا، دا فيه الريحه وكيصبن موف، فيه ريحه واعره زوينه. بالنسبه للثمن كيدير 60 درهم، كاين الكحل ديالو. المهم انا كنت نورمالمون غندي هذا وندي الزرق، دابا رديت وناخذ غير هذا الموف حيت ديجا هو ديال اللوان وديال البيض، عاد قريت هنا لوان وبيض وحنايا تا هو لوان. بالنسبه لهذا خلاص راه كيدير اسيفي، كيدير 21 درهم ولا 23 درهم، بقيت عاقله صراحه على الثمن ديالو ديال المعطر ديال الحوايج. عرفتي البنات خرجت كنطير، مشيت تقضيت داكشي اللي خاصني وبالزربه قوست على راسي. حسيت بواحد السخفه، كنقول له هذا راه طونسيون هابط، طونسيون كيهبط، ولا الا كان طونسيون قادد راه المهم شي حاجه ماشي نورمال. شتاتني واحد السخفه قلت له صافي صافي براك، والله ما كملت كلشي ما قدرتش، خليت واقف في لاكيس وجيت خديت سوار ديال الطوموبيل، جيت قلت له نرتاح واحد شويه حيت مازال تابعني نمشي عاوتاني المرجان ناخذ من تما داكشي اللي خاصني الزيتون و... وين تقضيه كبيره كناخذها دائما من هنا، حاجات اللي ما كناخذهمش من المرجان كناخذهم من هنايا، حاجات اللي كناخذهم من هنايا عاوتاني كناخذهمش من المرجان، كيكون عاوتاني هنا ناقصين الثمن. المهم حنا دائما متبعين رخا، فين ما كان الرباخة وفين ما كان داكشي هكا كان كنقلبوا عليه ميزات، راكم عارفين مع هاد الغلا ديال دابا لا اله الا الله وصافي.
حنا دخلنا مرجان. واو زوينة زوينة. عقلتي لي عقلتي لي أنس هذا كي حطوا البنات في الدخله ديال مرجان في الباب. واخا حطوا حطوا الشوفاج جمعك الله يتجمعك. اه واش فين طلع الموسطاش؟ هذاك موسطاش تصور لي شي. شوفي اش والله لا جمعك والله لا جمعك. أنا فاش داروا قبط الموسطاج وداروا هنايا قالوا هكا المسنس بلتان. او يا سلام شوف فيا شوف فيا. او انت ماشي بابا نويل انت. رخيص شحال؟ 15 درهم. ايوا دي واحد واللبسه كامله ها اللبسه. اللبسه كامله. اللبسه كامله دايره 69 درهم. يا. اللبسه هذه كامله دايره 69 درهم. هانتوما البنات هما واحد البانتوفات يلاه حاطينهم دايرين 69 درهم. شتو كاين في هذا الغوز بحال الصومو كاين هذا هو شويه مغلوق عليه كاين الموف وكاين الكري وكاين نواغ فيه الحمامر مزيونين دايرين 69 درهم. كاين هذا اللوين كاينين هادو خلاص داك المره كنت صورتهم لكم راهم باقيين دايرين 89 درهم. واش تقول البنات والله الا صبارين. ها هي هذه البنات اللي خديت انا بحالها كنت خديتها من فاس. عاد هنا راه نورمالمون برومو 89 درهم في زيد 99 كنت خديتها ب 70 درهم. صافي زوز سي ماماك كريسيتي ماماك. اه عين عين صوبولك عين صوبولك عين عين. هاك شوفوا لصقات فاء. اجي 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 غير نوريهم وريهم بيبي وريهم بيبي. نشوف بيبي شوفوا بيبي لبستو له لبست له قالت لك والو تشري لي بيبي. ويلي سمحوا لي سمحوا لي ماما كيصوبوا واحد اللعيبه وزدت لهم في داكشي ديالهم. المهم البنات انا ما تقضيتش بزاف مرجان تقضيت غير داكشي اللي خاصني. تاكل هاكي كيهبطلها لا كيهبطلها لتحت ما كتقدرش تطلعو. شتو خديت هادو بالنسبه للبيتزا حيت كنصوبها للبنات في الصباح دغيا دغيا خديت لهم هادو كتجيني ساهله بالنسبه للانش بوكس حتى ليهم برجر حتى هما خديتهم. ومروه عز عليها جاب لي باش كتفطر خلاص هذا رايبي وهنا كاين غير كيري وهذا ضروري حيت ما بقاليش كاع فطر زيتو الكحل. حنا عز علينا الفطور مع الزيت البلديه انا عز عليه الطحينبات وما لقيتش حتى حاجه لقيت غير هذا كنت كنبغي نصيفط معاهم الكوتا في الصباح ما كنلقاش لقيت غير هذا هو اللي لقيته. ما كاين حتى حاجه من داكشي اللي حنا كنا كناكلوه في الصغر والو التفاح والبصله والحليب. صافي وتشهيت هادو البنات تشهيت اورانجينا ديال اورانجينا القديمه ديال الزاج بيان سور انا بدات 89 شهر 8 نهار 14 وما نعقلش او زعما. شكرا يا حبيبه باينه فاش دخلت للدار ماشي زعما عاد عاد كلينه ومن بعد خرجت مشيت لشي شغال انا ولوستي حنان واناس. المهم رصينا شي امور ورصينا داك الشيء المهم ان شاء الله من بعد وغادي تعرفوا شنو هو وان شاء الله باذن الله مفاجاه. ومن بعد غادي عاد دخلت دابا للدار وداك الشيء وقلت نهار كنهضروا شحال وتسع ساعه كيقول لي راه جيوا ما غاديش تعطيني داك اللي قالت نمشي نديرهم في الكونجيلاتور. المهم هادو البنات اه هادو
هادو البنات خديتهم كوردون بلو للبنات على انا كيعقل على لي بخي انا ما كنعقلش على الاتليما ولي لي قالت هاد هادو على ود البنات سميتو المدرسه لان كنوجد لهم هذا لانش بوكس ديالهم الغدا هما شوفوا واخا شريتهم سبحان الله ما غاديش نديروهم ها نتوما جبت صدر ديال الدجاج ها هو صدير ديال الدجاج ان شاء الله باذن الله غدا ستيكات نديرو ستيكات وداك الشيء للمدرسه كندير فيهم غير الابزار ومليحه والثوم بودر وشويه ديال الزعتر وكنقليهم في الزبيده كيجيو هائلين رطيبين وبنانين ايوا صافي المهم بالنسبه للبنات التقضيه ديال الماتا ها نتوما خديت هذا بالنسبه للماكينه ديال الماعن فينيش خديت هذا ديال الحامض وخديت حتى هذا الملمع ديال الماكينه الكيسان وداك الشيء خديت الثوي ديال الحامض وفينيش راكم عارفين احسن ما كاين دابا نحطهم هنايا حتى من بعد ونسى هذا الشيء وبالنسبه لهادو هادو اول مره البنات غادي ناخذهم مايور هادو ديال ماكينه ديال التصبين هادو اللي كي معطر ديال الريحه هادو فيهم يلاه يطرو ولكن كان الثمن ديالهم كيدير 20 درهم ياك اناس هذا ديال 20 درهم ماما واه فيهم الريحه غزاله زوينه 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 بزاف وقلت هاد المره غادي نجربهم بغات ماشي ولا الدوب سي عند ما يدير لك ماشي سي وهذا خديتو اسيفي هذا ديجا هاد لامارك يعني مستخدماها في بزاف ديال الحاجات في المعطر ديال الحوايج في التصبين ماكينه ديال التصبين الحوايج في دي برودوي ولكن هذا بالضبط هاد الماركه هاد مخصص يعني لهذا الشيء التنظيف ها نتوما شوف كتمسحي به الاتات كذلك الحمامات والكوزينه المهم هذا يعني كتخدمي به كتنظفي به وداك الشيء اول مره غادي ناخذو دونك غادي نجربو ان شاء الله باذن الله وداك الساعات نقول لكم فيه حتى واحد النسبه ديال الخيه ايوا يا لالا خديت هنايا خلاص هذا العصير ديال الاريج كنصيفطو معاها للمدرسه ديجا راه زاد ديجا منو واحد خديت الروز هذا المهرس هذا كنخدمو هذا مع الحليب ولا بحال الصفا وداك الشيء وهذا خلاص هذا خديتو البايلا والشلاضه وهذا هادو كلهم البنات خديتهم من عند ناصر وخديت هاد الشعريه ديال الحريره الغليظه شي شويه هادي حتى هي من عند ناصر هذا راني تشاركتو معاكم هذا فيه ريحه غزاله ثلاثه في واحد هذا زوين عجبني ولكن صراحه اول مره غادي نجربو ما عرفتش كيفاش غادي يكون يعني واش يخرج الصبين اولا لا كان الثمن ديالو كيدير 60 درهم فيه 100 صبينه الريحه بعدا فيه زوينه هذا راه التهرق هذا ما كاينش مشكل ما عرفتش انت شوف الجناب هادو خلاص تحيمضات من مرجان صافي هادشي اللي خديت من عند ناصر خديت سوليس حتى هي من عند ناصر خديت هذا تا هو من عند ناصر 19 درهم يمكن هاد ايوا يا لالا وين هادشي اللي باغي لا باقي هذا الكوتي خديته من عند ناصر خديت مطيشه ديال الحك حتى هي من عند ناصر حيت الثمن ديالها ناقص على مرجان وخديت هذا الماكينه ديال الماعن نهار غادي نبغي نغسلها التوي ديال فينيش شنو ها واخا يوصي عند ماما دابا يدير لك الكيمياء ديال التليفون صافي البنات مشيت للمرجان خديت هادو ديال البيتزا حطهم كنعمرهم وكنديرهم في
شو سميتو في الكونجيلاتور ساعه ساعه كنجبد لهم كنعطيهم في الصباح كيجيو معاهم. ايوا وما بقاوليش خديت لهم لي مونبرغر حتى هما خديت غير جوج حيت هذا دغيا دغيا كيضيع دغيا كيصوف وكيضيع خديت غير هكا جوج راه فيهم 8 يعني راهم كافيين للسيمانه حيت عندي تشيكن برجر راه عندي في الكونجيلاتور عندي حتى الكفته يعني دغيا دغيا حتى هما كيوجدوا صافي. هنايا خديت هذا جبدي المروه الزيت والكحل هذا رايبي كيري لقيت غير هذا هو اللي لقيته الوحيد ما لقيتش شي حاجه واحده اخرى اللي غادي ناخذها ميريندينا طونيك تاغير طونغو وشو سميتو بيبيتو داكشي اللي كان شحال هادي ما بقاش كاع حتى طونيك ولا دابا الجديد ما كيعجبش البنات وداكشي صافي خديت الحليب صافي هادشي اللي كاين الحليب ديال اريج ما لقيتوش مشيت خديتو غير من السوبر مارشي لقيت غير ثلاثه هما اللي راهم كاينين حيت هذا البنات ما كاينش انا شنو هو الحليب الاريج ثلاثه وماشي قدها وهذا هو اللي كاين انا سحبت قلتي لي لقيت غير ثلاثه لا حيت هذا هانتوما شوفوا هذا فيه من 12 ل 36 الاخر اللي كناخذ الاريج فيه من 12 ل 4 سنين صوبا 4 حليب هذا اريج صافي خديت المناضه ديجا حنا شربناها الاخرى وصافي هنايا كاين غير لا صافي هادو خلاص غير داكشي اللي غادي يتنقى راه كيتسقسى صافي هادو هما البنات الحاجات اللي خديت من التقديه اللي خديتها من عند ناصر اللي كانت خاصها تكون عندي في الدار والتقديه اللي خديت عاوتاني من مرجان اللي خاصها تكون عندي في الدار وكان خاصني ناخذ السكر ما لقيتوش ما كاينش كاع ما كاينش كاع كيدور في مرجان وسولنا عليه زعما واش كاين في ستوك باش يجي يجيبوه لنا ولا هذا ما لقيتوش كما ما عندهمش حتى في ستوك عاد غادي يجيبوه السكر ما لقيتوش في مرجان ما كاين حتى حبه وحده ما كايناش انا دايره فاتي غادي ناخذو مرجان ما شفتش عند ناصر حيت صدقت مع ناصر هو الاولان لا هنا يكون هنا كاين غير كناخذ هذيك ديال 5 غير تقاضى هذيك ديال 5 كيلو وكدوز لي كنساها دابا راه باقي عندي ماشي ما عنديش غير كنبغي نحطها ابار باش هكا ما كنسى السكر من بالي ايوا صافي هادشي ما كاين البنات هذه هي التقضيه اللي خديت هاد النهار وجيت عند ماما وعند لوسي وبس كنعود لهم كنوريهم ليكوغرافي كنقول لهم هانتوما شوفوا شوفوا داكشي داير ها سخط على الوضعيه اش باك ايوا صافي وريتهم ولكن صراحه غلطت منين ما شديتش داك اللقطه في التلفازه ديال الطروات دي عرفتي راه اللون بحال هكا بحال هاد اللون هذا تبارك الله واحد كيفاش كيبان في داك الطروات دي سبحان الله العظيم ايوا نورمال دائما ملي كتكوني حامله كتكوني كتهضري بالهضره على البيبي ما كتكونيش كتقولي هي راكي كتحددي نوع فوالا كتحددي نوع الجنس انا مازال ما عارفاش يعني ضروري كنقول البيبي كتهضري عليه هو واخا انا مازال ما عارفاش شنو كاين هو قال لي دابا من سيمانه 10 ايام اجي تعرفي شنو كاين وعطاني الموعد من دابا شهر ونص حتى شهرين انا بلاتي يعني مالي انا مضروبه ما عنديش مشكل وكاع حتى نولد كاع والله الا داكشي اللي كاين قلت لانس لا هاد هاد هذا منين داير هكا هادي غتكون بنيته حشمانه لا بابا بابا الله يسامح انا بنيته هذه هي المفاجاه صافي فرشت راسي شوفوا اللي عطاه المليح مليح كانت بنيته راه ديالنا كان عزري راه ديالنا العزري غيطلع في الراس يدير لبسه لا هي كل عصا البنت غادي تطلع في الراس يدير لبسه لا حتى كل عصا ايوا هادشي اللي عطا الله اما ملي ما يجيبوش النقاط صافي خلاص هربكه
ايوا اش غدير. شوفوا اللي عنده شي وليد ولا عنده شي بنيته الله يخليه له، واللي ما عندوش محروم يا ربي رزقه. راه غير كتبقى داك القضيه ديال انا ما عنديش وليد بغيت وليد، انا ما عنديش بنيته بغيت بنيته. اما اللي كيعطيه الله راه هو اللي عارفين عندنا الخير. هادشي اللي كاين الحمد لله مآمنين بالقدره الالهيه ديال الله. ايوا الغزالات ديالي تهلاو كملت الصوره تهلاو. تنتلقاو ان شاء الله في فيديو قادم الى كتب الله. وشكرا بزاف على التتبع ديالكم، ما تنساونيش ملايكاتكم وخليو لي كومونتيرات ديالكم. باي باي.